خلوني اروح للولايات المتحده الامريكيه. معايا من فلوريدا الاستاذ توم حرب، مدير التحالف الامريكي شرق اوسطي للديمقراطيه. مساء الخير استاذ توم، وصباح الخير عندك، مش عارف الوقت ازاي. مساء الخير، مساء الحال. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. بالتاكيد تابعت خطاب او كلمه الرئيس جو بايدن بخصوص ما يجري في اوكرانيا. بشكل شخصي، هل انت كنت متوقع يعني ما صدر عن الرئيس يعني فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق ب يعني الجهات الروسية التي ستفرض عليها العقوبات، يعني تقييمك الشخصي لما جاء في تقييمي الشخصي بالفعل ليس هنالك عقوبات جدية حتى الآن. كل هذه العقوبات التي وضعها الرئيس هي ضعيفة، لأن أي عقوبات على الخط الغاز من روسيا إلى أوكرانيا هذا لم يشتغل بعد النورد 9. إذا الأمريكان والأوروبيين جديين بالعقوبات، فما عليهم إلا أن يوقفوا ضخ النفط من روسيا على أوروبا وتركيا على أربع خطوط. هنالك أربع خطوط شغالين بارتفاع أسعار النفط اليوم والغاز. بوتين هو الذي مستفاد أكثر شيء ماديا من هذه الحملة في الوقت الحاضر. ثاني شيء، عليهم أن يجمدوا أموال روسية في الولايات المتحدة وفي أوروبا، لم يفعلوها. فلذلك الأمر أي عقوبات ليس لها قيمة عند بوتين، لأنه أخذ بعين الاعتبار العقوبات الضعيفة التي يحاولون أن يضعوها عليه. طب وكيف تتعامل يعني حتى يعني النخبة في أمريكا مع ردود الأفعال التي تصدر عن البيت الأبيض فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية؟ يعني الشعب الأمريكي يعتبر هذا الرئيس اليوم هو أضعف رئيس منذ سنة 1800 حتى اليوم، يعني منذ 220 سنة على سدة الرئاسة في الولايات المتحدة. شعبيته تدنت لأدنى من 30%. فشل في أفغانستان، فشل بمعالجة قضايا داخلية في الولايات المتحدة من ناحية الحدود مع المكسيك ودخول مجموعات غير قانونية عبر الولايات المتحدة. أول ما فعله عندما أتى رئيسا هو بوقف مد خطوط النفط بين الولايات المتحدة وكندا. فالرئيس بوتين من ثاني جهة يرى بأم عيناه ماذا فعل هذا الرئيس، وفرض قيودا على جميع الاتفاقيات بين شركات الغاز والنفط في الولايات المتحدة والدولة الأمريكية هنا، مما أسهم برفع سعر النفط. ثاني شيء، ألغى العقوبات على بوتين وعلى النورد 9 من روسيا إلى ألمانيا. أعطى مجال، أعطى ساحة خصبة للرئيس بوتين. وكذلك الأمر عندما رأى الرئيس بوتين الفشل والذل للانسحاب الأمريكي من أفغانستان، أخذ قرر المصير بأن يفعل عندما مثل ما فعل بال 2014. بال 2014 كان بايدن هو نائب الرئيس وكان أوباما الرئيس، ونفس الطاقم اليوم لدى بايدن هو ذاته كان عند أوباما. فلذلك الأمر قاموا بنفس العمليات. الرئيس الروسي قام باستغنام الفرصة المتاحة له وضم القرم له، واليوم قام بهذه العملية ضد أوكرانيا، لأنه يعرف الذي يستلم اليوم إدارة البيت الأبيض ليس بمسعاه وقدرته أن يتصدى للقدرة استراتيجية عند بوتين. يعني إذا أنتم تصفون بأنه رئيس ضعيف، ماذا بوسعه أن يفعل؟ ماذا تريدون أن يفعل؟ أن يرسل قوات أمريكية إلى حرب الجيش الروسي في أوكرانيا؟ لا، أولا هو كان عليه منذ فترة زمنية أن يفعل قضايا عديدة. أولا أن يبقي خط النفط بين أمريكا وكندا مفتوحا، أما استكمال خط النفط، أن يبقي الولايات المتحدة تصدر النفط لا تستورد النفط. وثالث شيء، أن كان يبقى على العقوبات التي كان وضعها الرئيس ترامب في عهده ضد روسيا. ورابع شيء، أن لا يعود إلى الاتفاق النووي مع إيران. اليوم
روسية تدخل أوكرانيا وبنفس الوقت الممثل الروسي يجلس مع الأمريكان في فيينا. فهذه الازدواجية بالتعاطي السياسي الدولي يسمح لبوتين أن يستغل الظرف ويسمح للصين. ربما سمعنا منذ ساعات بأن الصين فعلت طيران باتجاه تايوان. يعني المجتمع الدولي يرى بأم عيناه ضعف هذه الإدارة فيستغلها على جميع الجهات. يعني أنا اليوم إذا كنت قاعد بموسكو أما قاعد بطهران وأرى ما يحصل بالولايات المتحدة وهذه الإدارة سأستغلها لأكسب مراكز أهم ومفاوضات أفضل، لأنه عند الرئيس بوتين رصيد سياسي قوي ويستعمله بالوقت الحاضر. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ توم حرب في فلوريدا.